رقم الصادرات بنتكلم على 100 مليار دولار ورقم السياحة داخل خلال 3-4 سنوات الجاية 30 مليار دولار. حضرتك بتشوف الرقمين دول يتعملوا ازاي ونوصل لهم ازاي؟ صادرات 100 مليار دولار وسياحة تدخل لنا 30 مليار دولار. العبرة بالنتائج. يعني ان الدولة لازم تحط خطط للمستقبل تقول انا هعمل كذا والناس لما يلاقوا اللي وعدت به الحكومة تحقق هتزيد عندهم الثقة في النفس والعمل لانه شاف النتيجة انه اشتغل فالبضاعة زادت فرص العمل زادت حياته اتحسنت. فالمسألة تتطلب من الدولة أولا القيام بمسؤوليتها، مسؤوليتها أنها توفر التعليم المناسب للأولاد، وعشان تحقق التعليم المناسب يبقى كمان عدد الناس اللي بيقعدوا في الفصل ما يبقوش عدد كبير لأنه هيفهموا إذا كان مكركبين حوالين بعض. فلازم في مسؤولية مشتركة، الدولة تقول للناس اعملوا وانا بهيئ لكم الفرص المناسبه للعمل من ناحيه التعليم، من ناحيه فرص الانتاج، من ناحيه فرص الصحه، لكن بالمقابل عليكم ان تعملوا بجديه ويكون عندكم عدد محدود قادرين عليه بامكانياتكم. ازاي النهارده واحنا كدوله من الدول الناميه نواجه هذا التحدي اللي بيواجه العالم كله بالنسبه للازمه الاقتصاديه؟ ايضا في هذا الوضع اللي احنا فيه النهارده والتضخم اللي موجود، ايه الروشته ايضا اللي بنقدمها في هذا الملف تحديدا كبنك مركزي كحكومه مع بعض والتنسيق بين البنك المركزي والحكومه في ملف مواجهه التضخم وارتفاع الاسعار؟ هو ما فيش وسيله يعني محدده تحصل فيها النجاح، انما على وجه اليقين انه استمرار الزيادة السكانية بيحط اعباء شديدة على الناس. تحسين التعليم امر ضروري لتقدم الناس. النجاح لما بيحصل الناس بتتجلها نوع من الثقة في النفس، واللي كان بياخد المسائل بجدية هيشعر انه بياخد الامور ايضا بجدية اكتر لانه جرب انه لما اعمل مسائل بجدية ظروفه اتحسنت فرص العمل زادت فيقدر يشتغل. فهي المسألة تحتاج شراكة بين الدولة والأفراد. الأفراد عليهم أن يقوموا بمسؤوليتهم، إنه الحياة تحتاج العمل والعمل الجاد وتحمل المشاق، لكن أيضا الدولة لازم توفر لهم مصادر النجاح، طرق سليمة، كهرباء كافية، مدارس معقولة. يعني المسألة مسؤولية مشتركة على الأفراد والدولة. الأفراد عليهم مسؤولية إنهم أولا يقيموا مجموعة من الأسرة الصغيرة اللي يمكن إنها تتقدم بشكل كبير وتتحسن أحوالها وتتعلم، لكن أيضا من حقها إنها تجد تعليم مناسب في من الناحية الصحية في مستشفيات في وسائل كثيرة للعلاج. فالمهم هي أزمة تحتاج للتعاون ما بين الأفراد وما بين الدولة، بس العنصر الأولاني الثقة في المستقبل. طول الناس يقول لك ما فيش فايدة ومفيش نجاح، مش هيحصل نجاح، لكن الناس لما تشعر انه بالعمل الجاد الامور تحسنت، وكثير من الدول المجاورة والبعيدة كانت من 10 سنين اوضاعها سيئة ولكنها استطاعت انها تتقدم اذا كانت عندها احساس بالمسؤولية. حجم الديون الخارجية وده سؤال بيشغل الناس كتير، والبعض يرى رقم يعني مناسب، هناك من يرى انه رقم كبير جدا والبعض اخر بيرى انه رقم مناسب. حضرتك بتشوف حجم الديون الخارجية ازاي بالنسبة لمصر واوضاعها الاقتصادية الحالية؟ هو لا شك انه حجم المديونية كبير، هذه حقيقة ما نحاولش اننا نتجنبها او نتم لا نعالجها بجد. المديونية في مصر حجمها كبير ويجب ان نعمل على ضبطها وفي المستقبل على تقليلها، لانه الامر ما هو سهل، لانه مش بس
مضر عليك في البلد مش هتلاقي حد يسلفك. اللي يسلفك بيسلفك اساسا على انه هيستعيد اللي سلفه لك وبفائده. فالنجاح الوحيد مش انك تستلف، النجاح الوحيد تخلي الناس عايزين يتعاملوا معاك علشان عارفين انك انت بتقدر تقدم خدمات ناجحه، ولو حطيت قرش القرش ده بيكسب في هذه البلد. فالجزء الاساسي الاهتمام بالتعليم درجة عالية، اهتمام بالصحة وتحمل المسؤولية. والواحد علشان يعمل أسرة ناجحة ما يخلفش 7 أو 10. حضرتك بتتكلم بشكل واضح على الانفجار السكاني والأزمة السكانية إن هي سبب هذه المشكلة، يعني أو أحد الأسباب المهمة لهذه الأزمة، إنه نقلل شوية أو نحدد شوية. أو ولكن بعض الناس بيقولوا طب ما الصين هي 1.4 مليار مواطن وأعلى معدلات نمو في العالم وتاني أكبر اقتصاد في العالم، ورايح الأكبر اقتصاد كمان قبل أمريكا بعد 4-5 سنين. لا مش صحيح، مش صحيح. هي صحيح عدد سكانها كبير لكن لا تزيد من سنة لسنة بنسبة عالية، بالعكس العائلة عدد أولادها في الغالب 1 أو 2. فهي عددها كبيرة لأن هي عددها كبير من عشرات السنين، ما كانش عشرات سنوات طويلة. فلا مش صحيح أنه الصين نجحت. أولا الصين وضع قيود شديدة على عدد الأولاد وعشان تضمن أن يحصلش انفجار سكاني، وديا من الحاجات اللي خليتهم يتحسنوا. لكن بالمقابل الناس اذا فرضت عليهم قيود عايز يشوف نتائج، عايز يشوف. لما انا دلوقتي حرصت على ان تبقى عيله صغيره محدوده، لكن اتوقع انه يترتب على هذا ان الدوله تقدم تعليم كفء للاولاد، تعلموا تعليم حقيقي، تقدم خدمه صحيه للاولاد، يعني تعليم حقيقي، يبقى في فرص للعمل تمكنهم من الكسب في المستقبل. يعني هي شركه من الكل، الكل عليه مسؤوليه